اليوم تسألتون ستصل على الحدث في افتتاح الفضاء التجاري المولود جديد اليوم الحقيقة اللي تسعى من خلاله تسألتون استقبال خدمات الحرفاء الكرام ومش نقدموا بإذن الله أحسن خدمات وأرقاها لكل الحرفاء بيسير عبر عنا عديد من العروض عروض تجارية الحقيقة ممتازة عنا عروض إن شاء الله في الفيكس أخر عرض جديد عنا إن شاء الله هو وفي اللي الحقيقة الناس كل عندها أقبال كبيرة عليه وهذا مش متى وكل عائلة إن شاء الله اللوج للإنترنت بسرعة تدفق تفوق 10 ميجابيت في الثانية وتمكنهم من 30 ساعة مكالمات زادة في الشهر فيكس بيسير وعندنا عدد عروض زادة تجارية في الموبايل في الداتا في كل شيء إن شاء الله الخدمات متاعنا تكون راقية عبر هذا الفضاء واتصالات تونس ماهيش مستقف لهنا مش تسعى إن شاء الله لتوسيع الشبكة التجارية متاعها إن شاء الله زادة قريب جديد قريب مش نعلنوا عن مولود زادة جديد قريب تقعد مفاجأة ما نقولوش عليها تو في دادر سامية قلال رئيس دائرة تجارية اتصالات تونس بسوسة اليوم عندنا فضاء جديد بمناسبة عيد الحب احنا حابين بالمعنى الكواسيد مع عيد الحب الفضاء جديد بالقلعة الكبيرة هذا مولودنا جديد متواجد في نهج غرة جوان في القلعة الكبيرة معتمدية القلعة الكبيرة مقابل معنى ليزابيتون معنى المتساكنين القلعة الكبيرة يعرفوا اللي مقابل البوستة اكزاكتومون باش معناها هذا يفا دي سيرفير لي نو كليون دو قلعة كبيرة اللي هما تقريبا حوالي 100,000 بما فيهم زاد اكودا القلعة الصغيرة الكوندار يجمو زاد يجيو لهنايا هذايا نقطة البيع نتاع القلعة الكبيرة نتاع اتصالات تونس معناها نجمو نقولوا اللي هي تقريبا عدد 12 معناها عندنا ديجا 11 بما فيهم دار الخدمات بسوسة وان شاء الله كيما توا تفضل سي محمد بكري بالمدير الجهوي عندنا زاد نقطة بيع جديدة ان شاء الله تكون مفاجأة نتاع عام 2019